انطلقت في الأحساء أول جادة للفنون، وذلك في حديقة قصر محيرس التاريخي، حيث تنوعت الأركان الفنية والمعارض الشخصية وسط مشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة. قدموا أنواع مختلفة من المنحوتات والرسومات والأشغال اليدوية وغيرها من الفنون التشكيلية. طبعا هذه الفعالية نظمتها جمعية الثقافة والفنون بالأحساء بالمشاركة مع هيئة السياحة، طبعا في قصر محيرس الأثري في حديقة القصر، لما لها من تأثير في جمع الزوار في هذه الحديقة. الفعالية شملت جميع أنواع الفنون، وهي تعتبر أكبر جادة للفنون تضم فنانين الأحساء خاصة بشكل يعني مباشر، وفي عرض وفي الرسم الحر. عمري الفني 50 سنة من زاوية الرسم التشكيلي غير المدرسي. الليلة دي أعتقدها زهرة إنتاجي والجو اللائق للرسم والتعبير بالفرشة وبالألوان، فإن كل المشاركين سعيدين جدا بهذه الليلة الكريمة. وترتكز فكرة الجادة على تقديم مجموعة منوعة من الأعمال الفنية التشكيلية من رسم وتصوير وأشغال ونحت وغيرها، بالإضافة إلى تقديم معارض وورش فنية يختزلها مكان وطريق واحد تتمثل بجادة الفنون. شفت الإعلان عن طريق جروب من أحد الجروبات، وما فكرت أساساً أني أشارك لأني مبتدئة وأول لوحة أرسمها، فما فكرت أني أشارك. فشفت بنت عندها كذا لوحة فعرضت عليها الفكرة، رحبت فيها. حبينا نقدم في هالمهرجان بعض من أعمالنا وبعض من فنوننا التشكيلية من ثلاثي الأبعاد، من الفنون الشعبية والتراثية. أبوي هو الداعم لي وما يقصر معاه يعني. يشار إلى أن الجادة مستمرة لسبعة أيام، ويأمل المهتمين بفن الرسم أن تكون أول جادة للفنون في الأحساء نقطة انطلاقة لمناسبات أخرى قادمة تهتم بفن الرسم والرسامين. صالح المري، الإخبارية، الأحساء.